مشاهدينا الكرام اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المواطن في رمضان نتناول في هذه الحلقه موضوع ابواب الخير في رمضان ونستضيف في هذه الحلقه استاذ الشريعه والقانون في جامعه النجاح الوطنيه ورئيس جمعيه التضامن الخيريه الدكتور علاء مقبول اهلا وسهلا بك دكتور علاء اهلا بك دكتور طارق الحاج الزميل العزيز في جامعه النجاح الوطنية واقول لاهلنا واحبتنا في محافظه الخير محافظه نابلس كل عام وانتم بالف خير بقدوم شهر الخير وشهر النعم شهر رمضان المبارك سائلين, سائلين الله عز وجل ان يعيد علينا هذا الشهر ونحن في احسن حال واهدى بال باذن الله اهلا وسهلا فيك، بعتقد يعني اول ما بنفكر فيه احنا في شهر رمضان اللمه واكثر واحد يعني بيشعر بقيمه هذه اللمه الذي يكون في كنف الوالدين فما بالك بالايتام الذين يجلسون على موائد الطعام ولا يجدون احيانا الاب الى جانبهم جانبهم هؤلاء بعتقد انتم تهتمون بهم كثيرا وبالتالي انتم تخصصون في شهر رمضان المبارك وتكثفون من برنامج كفاله اليتيم بتقدر تحكي لنا عن نشاطكم في شهر رمضان المبارك تجاه كفاله اليتيم نعم دكتورنا العزيز يعني بدايه اذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بإصبعي السبابة والوسطى وفرج بينهما كفالة اليتيم من أعظم الأعمال التي يقوم بها الإنسان المسلم اليتيم كما تفضل فقد السند فقد المعيل فقد الظهير وبحاجة لمن يسانده ماديا ومعنويا وأقول ماديا ومعنويا. ماديا من خلال كفاله اليتيم، من خلال توفير مبلغ شهري لهذا الطفل. الجمعيه لديها الاف الايتام، وهناك مئات الايتام الغير مكفولين. في هذا العام كان هناك اعداد كبيره جدا من الايتام بسبب كثره حالات الوفيات، وطبعا اليتيم الذي يتم تسجيله في الجمعيه وفق الضوابط الموضوعه في الجمعيه هو اليتيم الفقير. الذي ليس لديه تركه ولا ميراث هذا اليتيم هو بحاجه لمسانده ومساعده وان نقف بجانبه كفاله اليتيم ماديا حوالي 30 دينار اردني كحد ادنى في الشهر في الشهر طبعا نعم. بامكان الكافل ان يدفع اكثر من ذلك لكن انتم بتحددوا بتحطوا الحد الادنى نعم. الحد الادنى نعم. 30 دينار يعني المعنى الاسره المكونه من خمس اطفال باخذوا 150 دينار ممكن شخص يتكفل بيتيم، ممكن شخص يتكفل بخمس ايتام بحسب قدرته، لكن مبلغ ال دينار هو مبلغ ليس بالكبير، بامكان كل انسان يعني متوسط الحال ان يوفر هذا المبلغ فيكسب الثواب العظيم وفي نفس الوقت يقوم بكفاله يتيم ويخفف عنه ماديا ويشعر هذا اليتيم باحتضان حقيقي من قبل المجتمع الذي يعيش فيه. بتشعر في شهر رمضان المبارك دكتور علاء بانه الطالبين لكفاله الايتام في شهر رمضان بالذات بيزداد عددهم؟ يعني نحن نقول انه فعل الخير في كل وقت ولا التكتب. يقتصر على شهر رمضان المبارك لكن بلا شك يعني في شهر رمضان يعني هناك اجواء خاصه في اجواء الصيام يتذكر الانسان الذين يعانون الفقراء الايتام الارامل كل من هو بحاجه لمسانده لمساعده لكي نقف معه ونخفف عنه المشاعر الايمانيه تكون مرتفعه في رمضان صح؟ صحيح نعم فيكون هناك ازدياد في وفي الاقبال على كل ابواب الخير وعلى راسها كفاله الايتام التي امرنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بها اذا انت تفضلت كلت في ابواب الخير كثيره من ضمنها الموضوع اللي بنتكلم فيه اللي هو كفالة اليتيم شو أبواب الخير أنتوا اللي عندكم طبعا هي على مدار العام يعني كلنا بنعرف ذلك لكن شو أبواب الخير اللي أنتوا بتكثفوا نشاطكم فيها في شهر رمضان المبارك يعني كما ذكرت يعني أعظم أبواب الخير هي كفالة الأيتام هذا رقم واحد نعم. وأود أن يعني أشير مرة أخرى حتى يسمعنا المشاهدين مشاهد في فلسطين وفي أرجاء العالم أن هناك أيتام بحاجة لكفالة مالية هم بحاجة لمساندتكم ومساعدتكم طبعا بالإضافة إلى كفالة الأيتام في شهر رمضان المبارك هناك معرض رمضاني يوزع في عشرات آلاف قطع الملابس المقدمة كزكاة مال من معارض الألبسة والخيرين أصحاب النفوس الطيبة الذين يخرجون زكاة أموالهم كألبسة وأحذية في هذا المعرض يوجد حوالي 17 طالبة جامعية متطوعة يعملون على مدار الشهر الكريم أعتقد من من جامعة النجاح الوطنية نعم مش نعم دكتورنا يتطوعن معكم طوال يتطوعنا شهر رمضان, خلال شهر رمضان وين بيكون هذا المعرض دكتور المعرض يكون في مقر الجمعية الكائن في عمارة السختيان في شارع سفيان وبتعرضوا فيه الملابس والاحذيه والشنطات بطريقه يعني, يعني وكانك فايت على صحيح يعني صحيح على صحيح محل فيه كل صحيح ما صحيح تريد يعني مساحه المعرض حوالي 220 متر يوجد مخزن اخر للاحذيه ومخزن اخر للالبسه يعني يوميا يتم ادخال اعداد هائله جدا من قطع الملابس الجديده والاحذيه لهذا المعرض من اهل الخير كلهم من اهل الخير وتحديدا من محافظة نابلس بشكل مكثف من اهل الخير في محافظة نابلس ومن بعض الكرماء الفلسطينيين في مدن اخرى كرام الله والخليل وبعض المدن الاخرى، لكن معظم الخير ياتي من محلات الالبسه والاحذيه في شهر رمضان اللي بيحضر لهذه الجمعيه في هذا الشهر من يجي على المعرض اه بتنطول حرية مطلقة في انتقاء اه ما يشاء نعم اه في عدد محدد من القطع المسموح له يأخذها صحيح. اسمه بتتأكدوا من هويته من حاجته ممتاز. ولا كيف أنتوا يعني كيف الآلية اللي معها اه يعني هذا سؤال مهم جدا دكتورنا العزيز طبعا اه يوجد قسم للأيتام في عمارة علول أبو صالحة يوجد به 11 موظفة يعملنا على مدار العام اه هذا القسم هو يقوم بالعمل الميداني الذي يتعلق بتخصيص كوبونات خاصه بالارامل هناك نحو على مدار السنه على مدار السنه نعم آه هذا القسم هو القسم التنفيذي طبعا تحضر الارمله بدايه الى قسم الايتام تحصل على كوبون بعدد اطفالها تذهب بعد ذلك بالكوبون الى المعرض تدخل الى المعرض ومن ثم تحصل على قطع ملابس بحسب عدد الاطفال لديها وعدد احذيه بحسب عدد الاطفال لديها هذه عدد كثير دكتور بيكون يعني نحن في نتكلم شهر نعم نحن نتكلم يعني عن عده شرائح الشريحه الاساسيه التي تهتم بها جمعيه التضامن الخيريه هي شريحه الايتام نحن نتكلم عن نحو 7000 مستفيد ما بين ارمله وطفل يتيم ومش بس الاطفال الايتام المكفولين الأطفال الأيتام الغير مكفولين أو الذين توقفت كفالتهم بسبب كبر السن يعني معروف أنه سن نهاية اليتم هو البلوغ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الشريف لا يتم بعد احتلام مجرد بلوغ ذكر أو الأنثى تنتهي عنه حالة اليتم لكن يعني قد تكون حالة الفقر مرافقة بالتالي يحصل على مساعدات عينية من ضمنها الملابس الأحذية اللحوم المواد الغذائية التي تكون موجودة في مركز آخر لتوزيع الطرود الغذائية بنفس الآلية التي تقوم التي تكون في معرض توزيع الألبسة والأحذية طيب أنت بتشعر دكتور على الناس هذول اللي بيجوا عندكم وبزيد عددهم في شهر رمضان المبارك يعني بتشعر أنهم هم جايين وهم فعلا بحاجة هل البعض فيهم بيجي وهو يعني خجلان نعم هل نعم بعض فيهم ما بحب إنه يكشف عن عن اسمه نعم نعم يعني هل تشعر أنت بإنه في هناك عوز عند الناس في رمضان والكثير منهم يتعففون عن طلب المساعدة يعني ما ذكرته دكتورنا العزيز يعني في غاية الأهمية هناك ناس تحسبهم أغنياء من التعفف ممكن لبسهم ومظهرهم الخارجي يشير إنه هن مش محتاجين بالتالي بيبتعدوا عن السؤال بيخجلوا بيستحوا انهم يجوا يطلبوا وهناك اناس يعني على عكس ذلك تماما وهناك إلا من الاشخاص المتكسبين اللي بيكون هدفهم انه ياخذ مني وياخذ منك وياخذ من فلان يعني مع مرور يعني سنوات طويله في العمل الخيري أصبح يعني قائبه سوداء باشخاص متكسبين يعني تحصلوا على هذه الاسماء يعني دي. هي عمليا من خلال يعني تكرار يعني هذا الانسان بيجي بيتلقى مساعده منك بتلقى مساعده من فلان بتلقى مساعده من فلان بتتصل بتقول لي دكتور فلان جاب لي ورقه طبيه انه كذا كذا بقول لك هذا اجى عندي فلان واجى عندي فلان واجى عندي فاصبح يعني لدينا تصور عن مجموعه من الاشخاص ذكور واناث يعني هلا اذا في بينكم وبين انتم المؤسسات والجهات يعني ذات الصله ذات الشان انا ما بعرف في, ال... في كل مح... تنسيق في كل محافظات نعم. في, يعني في محافظه نابلس, محافظة نابلس بشكل خاص وبت... وتتناقلوا هذه الاسماء فيما بينكم اه نعم يعني و... ولما يثبت بانه هذا الشخص هو يريد ان, أن... يعني التكسب بتحطوا اسمه وما اه بتقدموا له اي خدمه او اي اه مساعده لانه هو باخذ حق غيره مش دكتور صحيح. صحيح صحيح يعني عمليا الانسان اللي هو بحاجه انسان عفيف النفس إنسان يشكر يقول الحمد لله لكن غالبية الأشخاص المتكسبين تلاقي عندهم الصوت العالي إنه هذا حق وبدأ آخده بغصب عنك يعني حتى في يعني أحيانا بعض الملامح اللي بتظهر الشخص المتكسب. يعني في ناس بيجوا بيستخدموا العنف يعني مش العنف يعني بيجوا بدهم بأي وسيلة خلينا نأخذ رأيك في هذول الناس كيف تتعاملوا معهم مم. مم. لكن بعد ما نشوف احنا وياك هذه المقابلات اللي أعدتها زميلتنا ديانة زكريا مشاهدينا الكرام نشاهد هذه المقابلات التي أعدتها الزميلة ديانة زكريا ونعود لكم مرة أخرى في ناس يعني بحاجة لازم يعني أنهم يساعدوهم وبرضو في اللي بيبكى معاهم برضو لازم يدعموا جمعية التضامن ويساعدوا الناس في ناس كثير بحاجة يعني مساعدات والله بالنسبة لجمعيات التضامن لازم يكون لها دعم من الناس اللي الله سبحانه وتعالى نظر عليهم الأغنياء من أهل البلد عساس يعطوا الفقراء والمساكين في شهر رمضان عساس تعرف يعني عشان يشوفوا حالهم ما انت شايف الاوضاع اللي عايشتها الناس يعني لا شغل ولا مشغل ولا في اي شيء يعني لازم جمعيات التضامن يساعدوا الفقراء بالذات اللي وضعهم اللي عايشين تحت خط الصفر اللي بالنسبه للمعاشات ولازم يعملوا يعني بالنسبه جاء رمضان لازم يرفعوا شويه من نسبه المعاشات على اساس انه يطلعوا عن فوق خط الصفر على اساس يلبوا مع احتياجاتهم المعيشيه الاصل انه يكون مثلا في تحري عن ناس تتحرى مثلا عن المحتاجين في ناس بحاجة وما بمدوا ايديهم لحدا مثلا هذا الكلام كله بده يكون يعني يكون مثلا ناس تسأل تسأل الناس اللي زي ما يقولوها الكبار الناس اللي بتفهم في البلد مين بحاجة مين مش بحاجة فهذا الكلام بده يتعلق في ناس مثلا عندها دين عندها أخلاق ويستفسر كويس عن الحالة ومش كل واحد يعني عنده عنده مصلحة مثلا هذه المصلحة مثلا بت شو اسمه ممكن هذه المصلحة ما انها تقضي حاجته يعني لاسرته أسرته ممكن مريض ممكن مش مريض اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام واهلا بك دكتور علاء مقبول كنا نتكلم احنا وياك عن بعض التصرفات من البعض اللي بيحضروا لعندكم وبتعرفوا هو ما بيعرفوا بانهم هم مش بحاجه الى هذا المساعده ومع ذلك يحاولون ان يحصلون على ما يريدون باي وسيله كانت، كيف تصرفوا معهم؟ يعني الايه القرانيه الكريمه تقول واما السائل فلا تنهر بمعنى انه عدم يعني الاساءه له باي نوع من انواع الإساءة طب واذا اساء هو يعني عمليا يعني اسمح لي انه اوجه شكر وتقدير كبير للاشخاص اللي بيمارسوا هذا العمل وهن اللي بيمارسوا هذا العمل في رمضان هم متطوعين ومتطوعات اللي ملاحظ في المتطوع انه عنده قابليه على التحمل كبيره لانه في الغالب يعني هذا الامر لاول مره فبيتحمل يعني في العام الماضي كان في 17 صبيه جامعيه بيشتغلوا في معرض توزيع الالبسه بعض يعني المراجعين او المراجعات تحديدا كانوا قاسين عليهم ورغم انه هدول ما باخذوا اجر ما باخذوا اجر طبعا متطوع يعني انا حتى لما براقبهم بشوف تصرفاتهم وكلامهم وطريقه تصرفهم معلش يا اختي حقك علينا هي اللي بيطلع في ايدنا احنا يا عم ما بنقدر نعطيك اكثر من هالقطعه هاي معلش يا اختي ما, ما عندكش كوبون لازم بكوبون لا بدكم تمشوني معلش بهالطريقه هاي انا بشعر بسعاده أه، بالتالي هي القصه بتعتمد على الشخص على الشخص اللي بتعمل انت بالضبط في ناس ما عندها قدره على التحمل أه، بيكون في رد فعل فوري نعم وهذا غلط مش مش نعم. صح اذا انتم اذا انتم الناس اللي فيها إيه فعلا عندهم المقدره على التحمل والفهم يعني في العمل التطوعي بالذات, بالذات يعني في وكيف. شهر رمضان نحن بنتكلم عن اعداد هائله جدا من المستفيدين غير الايتام دكتور في عده قوائم لدى مؤسسات اخرى، بعد ما نخلص الايتام بنبلش بمؤسسات اخرى تستفيد من الجمعيه، معاقين، مرضى الفشل الكلوي، برضو هذول ولا بتتواصلوا معهم. نعم. كيف بتوصلوا لهم؟ هلا بكل سهوله لدينا قوائم ثابته من تلك المؤسسات. الان عندما ننتهي من توزيع كل ما يرد الينا من البسه، احذيه، مواد غذائيه، لحوم، مساعدات نقديه للايتام بعد ذلك ننتقل إلى المؤسسات الأخرى على رأسها المعاقين ومن خلال اتحاد المعاقين يقوم بإرسال أوراق أو كوبونات بنفس الطريقة يعني تستفيد من الجمعية في رمضان نحو 31 مؤسسة عفوا دكتور 31 مؤسسة 31 مؤسسة تستفيد من خلال نعم من خلال جمعية التضامن تلك المؤسسات لديها قوائم حالات إنسانية مدروسة ومعتمدة لدينا يعني بمعنى أنه إحنا عندنا قدرة أن نقدم لاتحاد المعاقين لا 500 اسره بنطلب منهم 500 اسره عندنا مقدره نقدم ل 1000 اسره بنطلب منهم 1000 اسره <applause> وكذلك باقي المؤسسات يعني بحيث انه المساعدات العينيه تحديدا تشمل اكبر قدر ممكن من المحتاجين في محافظة نابلس سؤال بالله دكتور علاء بس من شان المشاهدين الكرام طب افرض واحد متبرع بشي عيني أو شي نقدي أو كلاهما معا وحب أنه طلب منك أو من الموظفين اللي في الجمعية أنه هو يشاهد بنفسه م. هذا اللي بده يساعد يروح عنده على البيت بتفسحوا له المجال ولا بتمنعوه يعني كالآتي يعني نستأذن صاحب الحاجة نستأذن صاحب الحاجة في نقطة مهمة جدا دكتور يعني أنا خلال العام بوجه مناشدات عبر الاعلام، ما عمري ذكرت اسم المستفيد. <سؤال> اه طبعا احنا ما لكن من حق المتبرع فقط 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 هو المتبرع فقط يعرف لمين التبرع رايح يعني افرض هلأ هل يوسف قال لك أنا بدي اتبرع بس والله يا دكتور على بكل حابب تأكيد. اني انا ارافقك اشوف بكل هذه العائلة لعله وعسى إني اتبرع اكثر يعني هذه ها نعم. المسألة دكتور بالعكس يعني لها تأثير ايجابي كبير جدا على العمل الخيري الانسان لما يقدم بنفسه يشوف صاحب الحاجة ويعطيه مش بس يعني بزيد في تبرعه بتحدث امام الآخرين حلو. وهذا ما يحصل معنا في جمعية التضامن يعني حصل شك معك مواقف مثل هيك كثيره جدا خلينا نتكلم انا وياك عن بعضها لكن بعد ما اخرج انا وياك هذا الفاصل مشاهدينا الكرام نخرج فاصل ونعود لكم مره اخرى أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى ونعود إلى ضيف هذه الحلقة الدكتور علاء مقبول أهلا بك مرة أخرى دكتور أهلا بك علاء دكتور قلت لي أنه الناس بإمكانهم أن يروحوا ويشوفوا بأم أعينهم بعض الحالات يعني بدي أذكر لك المواقف. يعني عدة مواقف في موضوع مشروع توزيع الكراسي الكهربائية إحنا بلشنا قبل ثلاث أعوام تقريبا في مشروع توفير كرسي كهربائي لكل طفل يذهب إلى مدرسة لكل رب أسرة يذهب إلى عمل كان المشروع مشروع في بداياته صعب يعني يعني تكلم عن 250 شخص على الأقل في المحافظة بحاجة لكراسي كهربائية الموضوع مش سهل وثمن الكرسي الكهربائي ثمن باهظ مش مش ثمن سهل بلشنا واستطعنا من خلال توجيه نداءات عبر الإذاعة أن نوفر عدة كراسي كنا كل متبرع ناخده معنا في متبرع من المتبرعين ما بنسى أخذنا معنا للبلدة القديمة قدم كرسي بعدها جاب متبرع قدم عشر كراسي عشر كراسي كهربائية لأنه شاف مدى حاجة القصة الشخص شاف حاجة الشخص في نفس الوقت تأكد أنه ماله يذهب في الطريق الصحيح فيعني الإنسان لما يقدم خير دكتورنا هو يريد الأجر ما بده شكر من الدكتور علاء ولا شكر من اي م. انسان هو بده اجر من اجر من رب العالمين فعندما م. يتاكد انه قرشه يذهب في الاتجاه الصحيح بتشجع وبشجع غيره اه بتعملوا انتم سله غذائيه في رمضان نعم اه شو مكوناتها يعني السله يعني الغذائيه يا دكتور على السله اه الغذائيه تحتوي على نحو 15 صنف متعدد يعني الاصناف الرئيسيه اللي بتتناولها العائله وبتوزعها في, في, اول الشهر ولا في منتصف اه ولا في نهايه من ولا عم نبلش بنبلش في, في بدايه الشهر الكريم يعني في العام الماضي تحديداً شريحة الأيتام تم تم توزيع سلتين غذائية في هذا العام. إن شاء الله نأمل إنه يكون يعني زي العام القادم وأفضل. وأكثر إن شاء الله. من العام. الجوارد. يعني بلا شك إنه كل سنة الخير بيزيد يعني مم. يعني هذا ملاحظ. يعني إنه تحديداً في محافظة نابلس الخير في ازدياد الحمد لله رب العالمين. بالرغم إنه ظروفنا الاقتصادية ظروفنا العامة صعبة لكن عندما يكون هناك ثقة ويعرف الإنسان إنه راح يأخذ أجر. يقدم يعني عدد اهل الخير بيزيد في رمضان بشكل كبير آه بشكل كبير بتوقفوا ولا بيستمروا يعني الزياده تراكمية ولا فقط زياده بشهر رمضان بتزيد وبعدين برجع الرقم آه لا نكون صريحين آه في ناس صراحة احنا آه ناس دكتورنا اه في ناس دكتورنا يعني عندهم العباده بشهر رمضان بيعبدوا بس بشهر يعني حتى كمان يعني بتلاقيه بيصلي في شهر رمضان يصوم في شهر رمضان بعد رمضان وبيزكي في شهر رمضان بيجي عندكم بس هلا احيانا رمضان. يعني كثير من المتبرعين تلاقيهم سخيين في شهر رمضان بيقدموا هلا بعد رمضان بقول لك يا عمي انا خرجت مالي آه. في شهر رمضان يعني هذا يعني امره بينه وبين رب العالمين لكن انا اقول انه المحتاج واليتيم والفقير والقريب ال... هو بحاجه لأطوال ايام السنه أكيد. لكن يعني حتى نكون منصفين الامور تتحسن بشكل كبير عن الاعوام الماضيه في تحسن ملحوظ يعني في إيه. العام 2016 بلغت حجم المساعدات الانسانيه التي قدمت من خلال الجمعيه وقدمت من اهل الخير على مدار العام نحو 3 مليون و700 الف دولار سنه واحده نعم اذا تتكلم عن مساعدات انسانيه ونقديه كفالات ايتام عندنا يعني احنا شهريا 140 الف دولار رواتب ايتام أه يعني بتشعر انه بلشنا من 40 يتيم الان عندنا الاف الاطفال المكفولين يعني أه في جامعه النجاح بكل فخر نقول وانا بتمنى العدد يزيد في عندنا 200 كافل 200 جامعه كافل في الجامعه, في النجاح. الجامعة. وانا نفسها. وانا بتمنى انه العدد يزيد لانه كل انسان في الجامعه باعتقادي انه 90% من الموظفين بمقدور يخرج ال 30 دينار اكيد يعني هذه مناشده من نعم يعني, يعني اخواننا وزملائنا وحبايبنا في جامعه النجاح نعم العاملين في جامعه نعم النجاح الوطنيه بان يقدموا ما يستطيعون، دكتور علاء الـ الـ انت تكلمت عن التكسب وتكلمت عن القائم السوداء بتحاولوا أنتوا او بتسمحوا أنتوا انه يكون هناك احتكاك مباشر ما بين المتبرع او الذي يريد ان يتصدق وما بين طالب الحاجي؟ إيه هلا في بعض المتبرعين بيكون عنده رغبه يقدم بنفسه أه ما في مانع يعني مثلا في متبرعين بيجي بيقول انا بدي اقدم ل اسره مبلغ 50 دينار في متبرع بيجي كل سنه بيقدم ل 500 اسره مبلغ 50 دينار بشكل يعني راقي أه بحط في هالمغلف هال 50 دينار وكوبون مع الاسره تستلم الاسره ال 50 دينار من فاعل الخير مباشره بوجودكم بس طبعاً. آه. بوجودنا طبعا آه بوجودنا يعني آه شخص بيقدم نحو يعني حوالي 25 خمس ألف خمس دينار آه عيديات برضو 500 أسرة آه فالفكرة أنه الفكره انه انه الانسان يقدم الخير بغض النظر عن طريقه تقديم الخير ممكن انه يقدمه بشكل مباشر أو ممكن بشكل إنه غير, خلال غير مباشر نعم صحيح دكتور على يعني الحديث معك شيك الوقت بداهمني بس بضل اخر سؤال بده يسمح لي يعني المخرج أنتو نشاطكم طبعا ليس في مدينة نابلس بل بمحافظه نابلس, نابلس بس نعم مشان اوصل الفكره نعم وبتاكد على هذا نعم الشيء نعم شكرا, نعم لك علاء شكرا لك دكتور على مقبول شكرا لك دكتور استاذ نعم الشريعه والقانون في جامعه النجاح الوطنيه ورئيس جمعيه التضامن من الخيريه شكرا لك وانتم مشاهدينا الكرام شكرا لكم على حسن الاصغاء والمتابعه والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله